وهي يعني مش هسيرها، انا هقول عنوانها لان دي اخطر حاجه. معاك يا دكتور. مكاتب الكاستنج الوهميه، ورش التمثيل الوهميه اللي بنصبها على شبابنا. بتقول حاجات صعبه قوي المشاهد مش فاهمها. بنصبها على شبابنا وبنصبها يعني تقول له هوديك همثلك انا هعمل ايجنسي. احنا بنقول لشركات الانتاج، وده برضو جزء من اتفاقنا مع المتحده، ان مكاتب الكاستنج احنا هنعمل ده. انما تيجي شركات دي بس ده خلاص، ده خلاص ده. لا لكن هو المهم بقى المستقبل بتاع الانتاج بكل ده، لان اللي نتمناه. بقول لك معاناتي. ايوه طبعا. انا بقول لك معاناتي ان واحد حتى معهوش اعداديه ومعامل مكتب كاستنج وياخد عمولات ومش عارف ايه، كل الظاهره دي هنقضي عليها. انت في النقابه هتعمل مكتب كاستنج؟ طبعا احنا عملنا قبل كده واحد، وهم تامروا علينا مكاتب الكاستنج اللي بره اللي هم بيعملوا بيزنس وبيكسبوا، ولا بيدفعوا ضرايب ولا معاهم تراخيص ولا معاهم اي حاجه خالص. مش عايز اعمم، مش بعمم، ولكن ورش تمثيل ده في ريجيسير وعامل ورش تمثيل، وانا عرضت من يومين. احنا نتمنى نشوف المنتج المصري عالمي. ده اللي فعلا بص يا ولا حضرتك، ده الجيل القدرة. الجيل اللي موجود دلوقتي يعني فعلا عنده قدره كامله طبعاً. لو يعني تصوير لو كل حاجه. شفنا الشغل بتاع استاذ جمال، شفنا في نيوتن مثلا، في برضو افكار طبعاً. جديده، في ناس طبعاً. جديده طبعاً.